السلام عليكم. سؤال حلقة اليوم من أحد متابعين على قناتنا على اليوتيوب، كان بيسأل إن هو عنده 4 أطفال مصابين بضمور على المخ، والأب والأم ظاهريا سلام، وما فيش أي تاريخ مرضي في العيلة بنفس المشكلة، فكان بيسأل هل ينفع يخلف أطفال سليمة ولا كده الموضوع منتهي؟ ده موضوع حلقة النهاردة، تابعونا عشان تعرفوا إجابتنا على هذا السؤال وتقدروا تستفيدوا أكتر وأكتر. ببساطة كده، لما يبقى المشكلة تتكرر في أكتر من طفل لنفس الأسرة، يعني الأسرة عندها الطفل الأول الثاني الثالث وكمان الرابع عنده مشكلة ضمور على المخ، يبقى إذن دي مشكلة وراثية بتتكرر في العيلة. تمام؟ طيب السؤال اللي دايما بيسأله كل أب وأم، طب أنا ظاهريا الأب سليم وظاهريا الأم سليمة، ليه يحصل عندهم مشاكل؟ يحصل عندهم مشاكل وراثية في حالة واحدة بس، لو هما الاثنين حاملين للمرض. يعني إيه؟ بيكون الأب والأم دول بنسبة كبيرة قرايب، وهما الاثنين بيتعرضوا يوميا لمشاكل تؤدي لحدوث طفرات وراثية. زي ايه مثلا؟ كل يوم احنا كلنا، مش هما بس، كلنا بنتعرض لشبكات محمول، بنتعرض لمبيدات موجودة في المية وكيماويات في المية، مبيدات حشية مرشوش على الأكل والفاكهة اللي بناكلها، تمام، مواد حافظة في كل حاجة بناكلها تقريبا. كل الحاجات دي فيها مضادات أكسدة بتأثر، وفيها معدلات حاجة معدلة وراثيا بتؤثر على تركيبنا الوراثي، فتسبب في حدوث طفرات جسدية عندنا وطفرات عندنا، غير الطفرات اللي ممكن نتورثها كمان من العيلة. طيب لما هما الاثنين حاملين المرض وتجوزوا بعض، نسبة تكرار المشكلة في كل حمل 25%. يعني هما الاثنين عندهم مشكلة طفرات وراثية تسبب ضمور الأطفال المولودة، فلما تجوزوا بعض عندهم في كل حمل نسبة ان 25% من الأطفال هم يحصل لهم ضمور و 75% من الأطفال يطلعوا سلام. طيب النسبة دي بيحددها ايه؟ بيحددها قضاء ربنا. يعني مفيش توقع، مفيش يقولك اصل انت جبت طفل سليم فالطفل جاي هيطلع تعبان، او جبت طفل تعبان مثلا مرتين طفلين تعبين فالطفل التالت سليم، لا مفيش الكلام ده. انت ممكن المشكله تتكرر في كل حمل، عشان كده ده اللي بيجاوب على السؤال الشهير جدا، يقول لك اصل انا اخويا واخد اخت مراتي ومخلفين اطفال سليمه. طبعا وانت ممكن تخلف اطفال سليمه، ولكن طالما انت جربت حظك 4 مرات وفي ال4 مرات كان قضاء ربنا يجيب اطفال مصابه، يبقى هنا لازم وقفه. الوقفه تبقى ايه؟ تبقى بخطوات معينه. اول خطوه واهم خطوه، لازم نعمل تحليل جينات وراثيه للاب والام. حد يسأل ليه اعمل تحليل جينات وراثية؟ عشان احدد بالظبط ايه المشكلة اللي عند الاب والام، الطفرات الوراثية اللي هما بينقلوها لاطفالهم. رقم 2، هل الطفرات الوراثية دي هي طفرة واحدة ولا اكتر من طفرة موجودة عند الاب والام؟ رقم 3، ايه الطريقة اللي نقدر نتفاداها بيها؟ دلوقتي الحمد لله ومن فضل ربنا علينا ان احنا عندنا اكتر من طريقة نقدر بيها نتفادى حدوث المشاكل الوراثية في الحمل القادم، بس لازم في الاول نشخص. علشان كده الاب ده نصيحتنا ليه قبل ما يعمل ويحصل اي حمل، لازم نعمل تحليل جينات وراثيه عشان خاطر نقدر بيه نطمن على تركيب الوراثي عند الاب والام، وعلى هذا الاساس نحدد احنا نقدر نساعدهم ازاي في الحمل القادم عشان تبقى امورهم كويسه. تمام؟ يا رب تكون استفدتوا بالاجابه على سؤال النهارده، وان شاء الله احنا بنرحب بكل اسئلتكم على قناتنا على اليوتيوب عشان نقدر نجاوب عليكم. ربنا يرزقكم الذريه الصالحه ويوفقكم لكل خير. السلام عليكم.